جهاز محمول قابل للشحن يشتغل معك عن طريق الشاحن بمنفذ التايب سي ومع الجهاز واير بمنفذ اليو اس بي والتايب سي واللزقات هذه والفرشة للتنظيف. شنو فائدة هالجهاز؟ جهاز محمول لتنظيف الملابس، التيشيرتات، شورتات، الثياب، أي قطعة ملابس عندك من الوبر، القطن، الفاين بعد الغسيل وغيره، الوبر بشكل عام يعني. تقدر تستخدم اللزقات أنت لتنظيف الملابس وتقدر تحط اللزقة مثلا بالجهاز، عقب تضغط وتحط الجهاز على قطعة الملابس اللي عندك بهالطريقة وتنظفها. إذا تبي تبدل اللزقة تشيل الغطاء اللي فوق، تشيل اللزقة تحط الثانية، تسكر بس بهالطريقة. ترى الجهاز لو بدون لزقة عادي يشتغل معاك. شوف تشغل الجهاز، تشوفون الوبر مثلا أو البياض اللي يكون على التيشيرت الأسود وغيره، أنت بهالطريقة تنظفه. ما أدري إذا يبين عندكم في التصوير ولا لا، بس والله في اختلاف عندي يعني في الصج، بعيدا عن التصوير والسناب يعني والفيديو بشكل عام، في الصج في اختلاف واضح للأمانة. بس يعني هذه فكرة الجهاز. حتى تشوف هاي القاعدة مع اللزقة يمديك تستخدمها أنت للتنظيف بدون الجهاز. شوف شوف الفرق الحين، شوف شلون اللزقة اختلفت. نظف أنت وترتب أمورك بثواني بس. شوف براويكم مثلا الوساخة اللي جمعها الجهاز داخل، شوف شلون هاي الشعر أو الوبر مثل ما يسمونه، شوف تحت هني، بعد شوف من داخل، نظفته من داخل وكاه بدون لزقة وبستخدمه الحين. شوف توسخ مرة ثانية بدون لزقة بدون شيء. فأنت عندك خيارين حق التنظيف، الجهاز نفسه واللزقات الموجودة مع الجهاز، هذه الفرشة طبعا بحيث انك تستخدمها للتنظيف وترتب نفسك. دقيقة بعد للتأكيد اكثر، هاي ترى تقدر تشلها بعد. شوف شوف الوسخ اللي داخل، شوف هاي التجميع من الملابس، الوبر، الوساخة هذه، القطن وغيره. عقب شوفوا داخل بعد مثل ما شفتوا شلون فكرته. الأمانة وايد ممتازة العملية، تاخذها معك السفر، تاخذها معك المكتب، المكان اللي تبيه. متوفر عندنا في موقع سيركت ستور قسم أدوات المنزل.